أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صدق الله العلي العظيم. الشيعة في مجال الأخلاق، في التعامل مع الناس كأمة، هم من أفضل الأمم. إن لم نقل أنهم أفضل الأمم على الإطلاق، هذا الكلام صحيح أم لا؟ الجواب نعم ولا، صحيح وغير صحيح. أما أنه نعم فهذا الذي يراه الإنسان بوضوح. أمة بما تمر من ظروف على مر القرون تحافظ على هذه المكانة من الأخلاقيات، هذا شيء نادر. حديثنا ليس عن العقيدة، ليس عن أساس الدين، ذاك موضوع ثاني. كعقيدة الشيعة لا تضاهى في عقيدتها، بل لا تقترب أمة من عقيدتها،
عقيدة رصينة قوية شعرة لا تدخل في عقيدة الشيعة. يكفينا أن نعرف أن هذا الدين، هذه العقيدة مبتنية ومأخوذة من أناس هم معصومون بمئات وليس بالعشرات، بمئات الأدلة. أي قوة هذه في مجال في مجال العقائد الأساسية؟ أصلا لا تقترب أمة من هذه الأمة. كلامنا ليس عن العقيدة، ذاك موضوع ثاني أصلا. كلامنا عن تعامل هذه الأمة الشيعة مع الآخرين كتعامل، أيضا كلامنا ليس عن الأفراد هذا وذاك، كتعامل أمة في المسلمين لا نظير لهم. أقول لعله، ليس لي إحصاء كافي عن بقية الأديان، لعله لا نظير لهم في كل الأديان والمذاهب. البعض قد سمعتم، أو على الأقل بعضكم سمع، البعض يقول لا، الشيعة في المسلمين نعم هم قمة في أخلاقياتهم كأمة، ولكن بالنسبة إلى النصارى، النصارى متقدمون على الشيعة في أخلاقياتهم. في الأخلاقيات تعامل النصارى كأمة أفضل. أبدا، النصارى اجعلهم في ظرف مثل ظرف الشيعة ثم أحكم أن الأخلاقيات بينهما تكون في أي درجة. النصارى يعيشون في أجواء، في ظروف هادئة، الأمة التي تعيش في ظروف هادئة تكون خلوقة شيء طبيعي. اجعل النصارى في ظروف مثل ظروف الشيعة، اجعلهم في اضطهاد على مر 14 قرنا، عند ذلك انظر كيف يتعاملون. وبالفعل قد مروا ببعض الظروف في بعض الفترات بظروف صعبة، تحولوا من بشر إلى حيوانات كاسرة. لا أتكلم عن عقيدة النصارى، كلامنا ليس عن العقيدة أصلا. عقيدة النصارى عندنا إشكالات أخرى عليها، الآن ليس كلامنا عن عقيدتهم، ليس كلامنا عن مقياس لدينهم، كلامنا عن الأمم كأمة. انظروا ماذا صنعوا عندما مروا بشيء من الاضطهاد، أجواء طبيعية عادية، أخلاق تكون عالية شيء طبيعي، مرجعياتهم الدينية مصانة لها دولة محترمة لا أحد يتعرض لهم. مراجع تقليدنا دائما في اضطهاد، في ظلم شديد على مر القرون وإلى يومنا هذا، هذا الذي نراه باستمرار. الشيعة يمرون بظلم واضطهاد حتى في بلاد أكثريتها شيعة، هكذا اضطهاد. اجعل النصرانية النصارى كأمة، اجعلهم في هكذا اضطهاد، عند ذلك احكم. رغم هذا الاضطهاد الشديد والطويل الطويل على مدى 14 قرنا، من قطع هذا الاضطهاد إلا فترات قصيرة، لو جمعناها لما كانت 100 سنة حتى. مع ذلك حافظوا على هدوئهم، حافظوا على صبرهم، حافظوا على عقلانيتهم. أية أمة هكذا تكون؟ جئ لي بأمة ثانية، لا أتحدث عن المسلمين، المسلمين الويل الويل، الفئات الأخرى من المسلمين وضعهم جدا صعب، يمرون بشيء من الاضطهاد يصبحون هكذا إرهابيين، قتل سفك للدماء، هذا الذي تربيه.
هذه الأحزاب، هذه الحركات الإرهابية التي نبعت منهم، من أين؟ وليست القضية قضية يوم وليلة وسنة ومائة سنة، على مر القرون هكذا كانوا. أما الشيعة الحق والإنصاف في الأخلاقيات قمة، كأمة قمة، في صبرهم، في تجلدهم، في عقلانيتهم. إخواني، الأمة المضطهدة تخرج عن العقلانية، هذه قانون، هذه قاعدة عامة. أمة مضطهدة لا تخرج عن عقلانيتها، شيء جدا غريب. فهي قمة، نعم، إن لم نقل أنهم أفضل أمة على الإطلاق في أخلاقياتهم، لا شك أنهم من أفضل الأمم في مجال الأخلاقيات. إذن هذا الكلام صحيح أن يقال أن الشيعة من أفضل الأمم في أخلاقياتهم؟ الجواب نعم صحيح، ولكن من جهة ثانية الجواب لا، ليس صحيحا. كيف؟ الطفل الذي درس في مدرسة مميزة، من غير الصحيح أن يقارن به طفل درس في مدرسة عادية. طفل دارس في مدرسة مميزة، هذا الطفل إن لم يكن يحسن الكتابة والقراءة قد لا يعذر، والطفل الذي درس في مدرسة عادية قد يعذر. رأت شخص لا يدخن تقارن برأة شخص مدخن؟ المقارنة خاطئة، القياس غير صحيح. هذه الرئة لم تدخلها تراكمات من التدخين مثلا أو من أي شيء آخر، تلك رئة دخلتها تراكمات، هذه لا تقارن بتلك، المقارنة غير صحيحة. الشيعة من أفضل الأمم أخلاقيا، نعم، ولكن الشيعة كيف لا يكون من أفضل الأمم أخلاقيا وعندهم نبي كمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعندهم إمام كأمير المؤمنين؟ عندهم ثقافة كهذه الثقافة الكبيرة العظيمة التي تركها أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لنا؟ عندهم تربية عظيمة، المربي إمام معصوم، حتى الشخص غير القريب من أهل البيت من الشيعة، حتى الشخص الشيعي البعيد بالنتيجة يتأثر بشيء على الأقل من كلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هذه التربية لا نظير لها. هذا الشخص نقارنه بشخص لا له نبي مثل رسول الله، لا له إمام مثل أهل البيت، لا له تربية مثل تربية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لشيعته. أصلا هذه المقارنة خاطئة، لا يتوقع من ذاك مثل ما يتوقع من هذا. الشيعة أفضل الأمم، كيف لا يكونوا أفضل الأمم وعندهم هكذا شيء ثمين؟ ولكن هذا من غير الصحيح أن يقول الشيعي أنا من أفضل أمتي، من أفضل الأمم في أخلاقياتها. أنت نبيك، إمامك، تربيتك
لا يقارن بهم وبها نبي ولا إمام ولا تربية ولا ثقافة. هذا التراث الضخم العظيم الذي تركه لنا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هذا يستهان به؟ بل أقول، اسمحوا لي أيها الشيعة، أن الشيعة كنسبة دون المستوى المطلوب منهم كثيرا. الذي ترك له أبوه 1000 دينار لا يقاس بالذي ترك له أبوه 10 دنانير. أنت عندك 100 دينار، هو عنده 5 دنانير، تقول أنا أفضل منه؟ لا، أنت أبوك ترك لك 1000 وبقي من 1100، هو ترك له 10 وبقي من 10 5. فكنسبة وضعنا ليس جيدا. نعم نحن أفضل أفضل كأمة، لا أقول أنا وأمثالي، لا كأمة أفضل أفضل، ولكن الشيء الذي عندك كان المفروض بك أن تكون أعلى من ذلك بكثير. إذا راجعنا أنفسنا مقارنة بهذا الذي عندنا نرى أنفسنا مقصرين جدا. إمامك أفضل من أئمتهم كثيرا جدا، أعلى بدرجات كبيرة جدا، وأنت أعلى من ذاك بشيء من الفارق، غير صحيح هذا؟ علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل إخواني. الشيء الذي ارتبط بهذه الأمة يأخذ حجما كبيرا جدا، المفروض هكذا، لأن نبي هذه الأمة أعظم بكثير من الأنبياء الآخرين، لأن إمام هذه الأمة أعظم بكثير من الأئمة الآخرين. فالمقارنة أساسا غير صحيحة. كلام فيه شيء من الصراحة، اعذروني على هذا الكلام. ما هو السبب لهذا التقصير الكبير الذي نجده فينا؟ أنا أعتبر هذا الشيء تقصيرا، مع أن هذه الأمة إن لم تكن هي الأفضل من الأفضل لا شك، ولكن هذا تقصير بالنسبة إلى ما عندنا تقصير. ما هو سبب هذا التقصير؟ كلمة واحدة، الغرور. نحن أمة مغرورة، المغرور من هو؟ عادة أو في كثير من الأحيان تطلق هذه الكلمة على شخص عنده نعمة ولكنه لا يحسن استخدام هذه النعمة. الشاب المغرور من هو؟ هو الذي عنده نعمة اسمها قوة الشباب، يسيء استخدام هذه النعمة، يكون شابا مغرورا بهذه القوة، بهذه النعمة الموجودة فيه. هذا الشاب المغرور، وهذا الشاب المغرور قد يسقط نفسه في الهلكة، يعرض حياته للخطر بسبب غروره. العالم المغرور من هو؟ هو الذي يملك نعمة اسمها العلم ولكنه يسيء استخدام هذه النعمة، هذا عالم مغرور، جاهل في تصرفه. الثري المغرور من هو؟ هو الذي عنده نعمة اسمها الثروة، لا يحسن استخدام هذه النعمة، يكون مغرورا. الحاكم المغرور من هو؟
هو الذي عنده نعمة اسمها الحكم، يسيء استخدام هذه النعمة يسمى مغرورا بحكمه. عفوا أقول نحن أمة مغرورة، عندنا نعمة عظيمة، لا عندنا النعمة العظمى، النعمة التي الدنيا وما فيها لا تقارن بهذه النعمة، نعمة ولاية محمد وآل محمد. هذه النعمة التي لا توزن بالدنيا وما فيها، لا تثمن بمجوهرات الدنيا وما فيها، بالأشياء الثمينة في الدنيا. هذه النعمة الكبرى في أيدينا نحن. لا أقول كل الشيعة، لا أقول أكثر الشيعة، على الأقل أقول كثير من الشيعة يغترون بهذه النعمة. أنا عندي نعمة الولاية. يغتر بالنعمة يعني ماذا؟ يعني أحيانا والعياذ بالله يسيء استخدام هذه النعمة الكبرى، النعمة التي الله عز وجل يعبر عنها بالمنة في القرآن الكريم. هي هذه النعمة، مرة يستعمل هذه الكلمة للنبي صلى الله عليه وآله في نعمة النبي علينا، مرة يستعمل هذه المادة مادة المنة في الإمام صاحب الأمر الروح نافدة في أولهم وآخرهم صلوات الله عليهم أجمعين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. من هذه يعني نعمة عظمى. النعم الأخرى الله عز وجل ما استعمل مادة المنة بالنسبة إليها. نعم هذه نعمة عظمى، نحسن استخدام هذه النعمة أو بعضنا يسيء استخدام هذه النعمة؟ عندي نعمة الولاية خلاص القضية منتهية، لماذا أخاف؟ لماذا أعمل الصالحات؟ عندي هذه النعمة الكبرى. بعبارة أخرى، نسينا شيئا وتذكرنا أشياء. نحن نعرف ونتذكر أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: أنت وشيعتك في الجنة. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد. نحن نتذكر ونعرف أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لأمير المؤمنين: يا علي إنك ستقدم على الله وشيعتك راضين مرضيين. الروايات الكثيرة في كتب المسلمين بمختلف طوائفهم عن الشيعة، روايات فيها أحاديث صحيحة وحسنة، بل روايات متواترة تواترا إجماليا كبيرا، بل تواترا معنويا. هذه الروايات نتذكرها ونعرفها، ولكن ننسى كلام مولانا وسيدنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الخطبة في إحدى خطبه التي رواها الكليني في الكافي وردت في نهج البلاغة، خطبة مشهورة، يقول في مقطع منها صلوات الله وسلامه عليه، يقول في مقطع منها: ولتبلبلن بلبلة ولتغربلن غربلة ولتساطن سوط القدر حتى يعود أسفلكم أعلاكم وأعلاكم أسفلكم.
وليسبقن سابقون كانوا قصروا وليقصرن سباقون كانوا سبقوا. هذا ننساه بدون امتحان. يعني أنا مؤمن، عندي ولاية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، خلاص لا يوجد امتحان، لا توجد فتنة، افتتان، اختبار، أبدا. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا. نحن قلنا آمنا، آمنا بالله عز وجل، آمنا بوحدانية الله، التوحيد الموجود بدون تعارف، بوضوح أقول التوحيد الموجود عندنا غير موجود عند أي أمة في العالم. التوحيد نحن نفسره، غيرنا لا يتمكن أن يفسر التوحيد، حتى لو قال أنه يفسر لا يعرف التوحيد، نحن نعرف التوحيد. آمنا، نعم آمنا، آمنا برسول الله صلى الله عليه وآله، لنا رسول غير موجود لأية أمة حتى من المسلمين. الرسول الذي نعتقد به نحن رسول مختلف عن رسول باقي الأمة، رسولنا معصوم من كل خطأ، لا من ترك الأولى، لا من اختيار الأدون. قلوبنا أوعية لمشيئة الله، قلب رسول الله وعلى مشيئة الله، هذا الرسول الذي نعتقد به نحن، هكذا رسول لا يوجد للأمم الأخرى. آمنا برسول الله، نعم آمنا، وأي إيمان عندنا، لا نجامل على ذلك بكل وضوح. النبي الذي يكون للأمم الأخرى نبي مختلف، نبي لا يعرف أمور يعرفها الناس العاديون، لا، عندنا لا يوجد هكذا نبي، نحن عندنا نبي آخر عنده كل ما خلق الله سبحانه وتعالى، جمعه له كل العلوم، كل القدرات، كل الحكمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الخلق كلها عنده، مصدر كل شيء، مصدر علم الغيب في المخلوقات، مصدر، وما هو على الغيب بضنين، هو معطي الغيب، هذا رسول الله عندنا. آمنا برسول الله، نعم آمنا، وأي إيمان. آمنا بأمير المؤمنين، وأي إيمان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. نقول آمنا، إيمان لا نظير له، ولكن بدون افتتان، بدون امتحان، بدون اختبار. لا يوجد امتحان. ولقد فتنا الذين من قبلهم، امتحان كان وسيكون لغير المؤمن وللمؤمن. أنا أيضا امتحان، كيف أخرج من هذا الامتحان؟ الذي يخرج من الامتحان، الذي يموت يعني حتى آخر لحظة من حياته يحافظ على هذه الولاية، فهنيئا هنيئا، أنت وشيعتك في الجنة. الروايات الكثيرة الشريفة، على رأسك تاج من نور في يوم القيامة، تجلس عند العرش. الروايات الكثيرة لا علي بها، كتب كتبت عن الروايات الشريفة الواردة عن هذه الأمة التي تسمى بالشيعة. هذا إن حافظ الإنسان على هذه الولاية حتى آخر لحظة من حياته، التصرفات تبقي هذه الولاية لي ولك، نتائج الامتحان هي التي تبين. بعض الناس كانت عندهم هذه الولاية 60 سنة 70 سنة، وكانوا يتبجحون ويفتخرون بهذه الولاية، عندي هذه الولاية، ولكنهم فقدوها. تفتخر بماذا؟ بشيء قد يؤخذ منك. عندما مت على هذه الولاية افتخر، قل أنا مت على هذه الولاية. أما 60 سنة تكون الولاية عندك، ثم يوم القيامة تأتي
فاقد الولاية، وشخص آخر ما كانت عنده الولاية سنة شهر يوم اهتدى ثم مات على هذه الولاية، ذاك يسبقك إلى الجنة، أنت أين؟ بعيدا عنكم. عندي ولاية صحيح، ولكن الاغترار بهذه الولاية الخطأ، ولكن الاعتقاد بأن هذه الولاية تبقى لي، من أين أعرف؟ أعمل أي عمل؟ العياذ بالله، الإنسان أعماله، أخلاقياته، أفكاره يشرق فيها ويغرب، ثم يقول لي هذه النعمة الكبرى. إخواني، أكابر الناس سلبت منهم هذه الولاية، من كانوا أكبر منا، من كانوا أعظم منا، من كانوا في القمة أخذت منهم. الإنسان يختار. الإنسان ينظر إلى من هو أعلى منه، يمشي في هذا الدرب. عندك ولاية، صحيح عندك ولاية، الولاية تنقذ، صحيح أنها تنقذ بالروايات الكثيرة. شفاعة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام تشمل قطعا ويقينا، الشيعي لا يخلد في نار جهنم قطعا ويقينا، ولكن أموت على التشيع أم لا؟ كيف يركن الإنسان إلى شيء لا يعرف نتيجته؟ والنتيجة تحتاجها هناك، الأصل هذه النتيجة، أن يموت الإنسان على هذه الولاية. ماذا نصنع؟ بسرعة، باختصار شديد، بعيدا عن الروايات الشريفة، وفي هذه روايات شريفة وبعضكم تعرفون هكذا روايات. أولا، مراقبة النفس. إخواني، وهذا لا أقوله أنا، هذا موجود في الروايات الشريفة، أعداؤنا الكبار الشيطان، النفس الأمارة بالسوء، هؤلاء لا يقصدون أشياء ثانية، يقصدون ولايتنا. كونوا على يقين أن الشيطان كلما يسعى معك يسعى أن يأخذ هذه الولاية، حتى لو يوقعك في ذنب هو قصده ليس هذا الذنب، يريد أن يأكل منك، أن يسيطر عليك، لعله يتمكن أن يجذبك عن هذه الولاية. هدفه الأساسي هذا الهدف، أنا لا أقول، الروايات موجودة، هدف الشيطان هذه الولاية، يسلب الولاية منك، لأنه إذا تمكن أن يفعل ذلك أخذ منك كل شيء، إذا لم يتمكن أن يفعل ذلك ما تمكن أن يصنع بك شيئا. هدفه هذا الولاية، در عندك، لك عدو يحاول كل محاولاته ليأخذ هذه الدرة منك. أنت تنام، تكون بارتياح؟ أبدا، تكون دائما مضطربا، دائما مراقبا، كي لا تأخذ هذه الدرة منك. هذه تحتاج إلى مراقبة. هذا عدو من الأعداء، النفس الأمارة بالسوء، والأعداء الآخرون، هؤلاء أهدافهم هذه الدرة. الإنسان يعيش في الدنيا أصلا لا يلتفت إلى هذه النقطة، هذا الأساس. أولا، مراقبة النفس. ثانيا، الخوف من الله عز وجل. لا يقول الإنسان أنا عندي ولاية، الشفاعة تشملني. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الله مخيف، لا يخاف من ظلم الله، الله لا يظلم، وما ربك بظلام للعبيد، الذي يخاف منه عدل الله، الذي يخاف منه أن يمكر بك كما مكرت، هذا الذي يخاف منه، الخوف من الله. ذنوب مخيفة، لا علي، الإنسان يرتكب ذنبا تلو ذنب، ولا فلا يأمن مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. آية قرآنية هذه. ثالثا،
التواضع لله عز وجل ولأهل البيت. بين فترة وأخرى خاطب مولاك صاحب الأمر: أرواح العالمين فداء، قل له: سيدي أنت عليك، أنا لا أتمكن، هذه الدنيا خطيرة، بدون معونتك تزل قدمي سيدي، عليك ولا على غيرك، أنت أحفظنا من أن تزل أقدامنا. رابعا وأخيرا، أن نجعل مساوئنا أمام أعيننا، وأن نجعل حسناتنا خلف ظهورنا، لأن الحسنات ليس حسنات لنا، من فضل الله عز وجل وبركات هؤلاء الطاهرين عليهم الصلاة والسلام. أنا مني السيئات، الحسنات منهم، الحسنات انساها، ليس حسناتي، هذا فضل الله عز وجل، بركات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. السيئات سيئاتي. الحديث في هذه الأمور كبير وأحاديث شريفة. أنا أختم كلامي بحديث شريف، بسرعة هذا الحديث الشريف أقرأه. هذا الحديث يبين للإنسان، لي ولأمثالي، أن الإنسان ينظر إلى الأعلى، يحاول أن يرتقي، لا يكتفي بما عنده. عندنا الولاية، عندنا، ولكن هذه الولاية نمشي فيها، نحاول أن نوسع دائرة هذه الولاية، تأثير هذه الولاية على قلوبنا، هذه الدرة الثمينة نستفيد منها. حديث لطيف عن الإمام في الكافية الشريف، عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه الصلاة والسلام، قال: قال أبي، الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام، قال أبي يوما وعنده أصحابه: الكلام موجه إلينا أيضا، من منكم تطيب نفسه أن يأخذ جمرة في كفه فيمسكها حتى تطفأ؟ الإمام كأنه يقول لهؤلاء أصحابه، بعضا منا، من أمثالنا كانوا آنذاك من شيعة أهل البيت من الموالي، من منكم، أنا إمامكم، إذا قلت له أن يأخذ جمرة في يده فيمسكها حتى تطفأ، من يصنع؟ قال الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام: فكاع الناس كلهم ونكلوا. ماذا يقول؟ أنا أقول أنا هكذا مطيع لإمامي، جبوا مكاعوا. فقمت وقلت: يا أبه، أتأمر أن أفعل؟ أنا فقال عليه الصلاة والسلام: ليس إياك عنيت، إنما أنت مني وأنا منك، أنت بقدر المسؤولية، أنت إمام يقول لك افعل تفعل، هذا شيء واضح، إنما أنت مني وأنا منك، بل إياهم أرادت. لا، خطابي ليس معك، خطابي مع هؤلاء، هؤلاء يطيعون إمامهم. وكررها ثلاثا، الإمام مرة ثانية قال لهم، وهؤلاء متأطعون. ثم قال عليه السلام: ما أكثر الوصف وأقل الفعل. نصف نقول، ولكن في مقام العمل. إن أهل الفعل قليل، إن أهل الفعل قليل، قالها مرتين عليه الصلاة والسلام. ألا وإنا لنعرف أهل الفعل والوصف معا، وما كان هذا منا تعاميا عليكم، بل لنبلو أخباركم ونكتب آثاركم. هذا يحتاج إلى توقف، لا علي الآن.
فقال الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام: والله لكأنما مادت بهم الأرض حياء مما قال. تصوروا واجعلوا مكان الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام إمام زماننا، إذا قال لنا كيف نطيعه؟ إذا قال لنا افعلوا شيئا صعبا نفعل أم لا؟ أعمالنا تدل. قالوا: وبعض منا بعضا يرتكب ذنوبا، يعني خلاف مخالفة إمام، لكأنما مادت بهم الأرض حياء مما قال، حتى أني، الإمام الباقر يقول عليه الصلاة والسلام: حتى أني لأنظر إلى الرجل منهم يرفض عرقا ما يرفع عينيه من الأرض. فلما رأى الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام ذلك منهم قال: رحمكم الله، فما أردت إلا خيرا. الإمام أراد أن يربي. إن الجنة درجات. الإمام يقول: لا أقول أنتم خارج دائرة الجنة، ولكن الجنة درجات، درجة لأهل العمل والقول، درجة أخرى لأهل القول أيضا، هؤلاء لهم درجة، ولكن هذه الدرجة دون تلك الدرجة. إن الجنة درجات، فدرجة أهل الفعل لا يدركها أحد من أهل القول، ودرجة أهل القول لا يدركها غيرهم. لأهل القول درجة، للعقيدة حصة، الحصة الأساسية للعقيدة، ولكن الفعل أين؟ ودرجة أهل القول لا يدركها غيرهم. قال الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام، هذه الكلمة شجعتهم ريحتهم، قال عليه السلام: فوالله لكأنما نشطوا من عقال. ارتاحوا، انبسطوا من هذه الكلمة، ننبسط. الإمام قال لأهل القول أيضا درجة من الجنة، ولكن الإنسان ينظر إلى الأعلى، إلى أهل القول والفعل، وأهل القول والفعل موجودون في كل زمان، عندنا نماذج حية لأهل القول والفعل، نكون من أهل القول والفعل. هذه الدرجة المتوقعة من شخص يسمي نفسه مواليا لأهل البيت، يسمي نفسه شيعيا لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بمقامهم عند الله عز وجل. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم بحقهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. اللهم ارزقنا في الدنيا اتباعهم، اللهم ارزقنا في الدنيا إطاعتهم، اللهم ارزقنا في الدنيا والآخرة شفاعتهم، إنك أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الله أكبر، الله أكبر.